الآن المزيد من المتابعة. ينضم إلينا من القاهرة محمد جمال، مراسل القاهرة الإخبارية. محمد، أهلا بك معنا اليوم. جلسات الحوار الوطني المصري شهدت مناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمحور المجتمعي، ما التفاصيل لديك؟ نعم آية، المشاركون في الحوار الوطني كانوا على موعد اليوم مع مناقشة عدد من القضايا التي تهم المجتمع المصري بأكمله من خلال لجنتي التعليم والقضية السكانية، وهما لجنتان تندرجان تحت المحور المجتمعي، وهو اليوم المخصص له هو يوم الخميس من الأسبوع الماضي ومن هذا الأسبوع لمناقشة القضايا المتعلقة به. أما فيما يخص بلجنة التعليم فهناك كثير من المقترحات التي طرحت خلال جلسة انتهت في تمام الثانية ظهرا، وبدأت الجلسة الثانية بعد ساعة منها في تمام الثالثة، واقترح العديد من الاقتراحات من مختلف القوى السياسية والحزبية والنقابية الذين حرصوا على المشاركة في الحوار الوطني في جلسة اليوم. قضايا الارتقاء بالمعلم وتطوير المنظومة التعليمية وتطوير المناهج التعليمية بما يتواكب مع المناهج التعليمية العالمية، وترسيخ القيم لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب تحسين المنتج التعليمي بصورة عامة، من أهم القضايا التي طرحت اليوم خلال الجلسة الأولى المتعلقة بالتعليم قبل الجامعية. ليس بعيدا عن التعليم وتحديدا فيما يخص القضية السكانية، انعقدت الجلسة الأولى المتعلقة بالقضية السكانية وناقشت تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، وحرص الحضور على توصيل عدد من الأفكار، منها أن يكون هناك تزامن ما بين الآراء وما بين تنفيذها، إلى جانب أن يكون هناك تعاون مع مختلف القوى ومختلف يعني جهات الدولة ومختلف الهيئات لتنفيذ المقترحات المطروحة للارتقاء بهذه المنظومة، خاصة وأنها مسألة أمن قومي وفق ما أكده كافة الحضور. فيما يخص المنسق العام للحوار الوطني، أكد في الجلسة الأولى أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتعليم والذي أرسله مجلس الوزراء المصري إلى الحوار الوطني بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد المنسق العام للحوار الوطني أن هناك جلسة خاصة خارج الجلسات المدرجة على جدول أعمال الحوار الوطني، من المرتقب أن تحدد هذه الجلسة مستقبلا لمناقشة مشروعها هذا القانون واتخاذ ما يجري من أو ما يستجد من إجراءات تجاه هذا القانون. نعم محمد، يبدو أن اليوم ما زال طويلا وأمامك العديد من الجلسات، وسنظل معك على مدار الساعة لمعرفة كل التفاصيل. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من القاهرة ومن مقر انعقاد هذه الجلسات، جلسات الحوار الوطني المصري، محمد جمال مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك على هذه التفاصيل.